طيبة وأهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: اشتداد المعارك بين الجيش اللبناني ومسلحي النصرة في عرسال وجرودها. النظام يصعد ضد حي جوبر في دمشق ويقصف بالطائرات أحياء حلب وريفها. فصائل معارضة تشكل ما تسميه مجلس قيادة الثورة السورية في الداخل. تتصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش اللبناني والمسلحين الذين انتشروا في بلدة عرسال قبالة الحدود المشتركة مع القلمون السورية في ظل قصف صاروخي تتعرض له البلدة من مصادر لم تحدد رسميا. وقد أعلن الجيش اللبناني استشهاد 10 من عناصره، بينما تحدثت معلومات عن ارتفاع المحصلة إلى 11 شهيدا. المعلومات غير الرسمية تحدثت أيضا عن سقوط 10 شهداء في صفوف المدنيين، بينهم نازحون في مخيمات اللاجئين السوريين على تخوم البلدة، فيما تشهد المنطقة موجة نزوح للمدنيين. تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش اللبناني وبين مجموعات مسلحة في تلة عين الشعب في جرود عرسال لمحاولة استرجاع نقطة وادي الحصن، وقد ارتفع عدد شهداء الجيش إلى 11 وفق حصيلة غير رسمية، فيما أوقع الأخير عددا كبيرا من القتلى في صفوف المسلحين في جرود البلدة، واعتقل عددا آخر بعد أن قام بتحرير جندي كان قد حوصر في منطقة المصيدة. قيادة الجيش مديرية التوجيه أعلنت في بيان لها أن وحدات الجيش تابعت طوال الليل وحتى صباح اليوم عملياتها العسكرية في منطقة عرسال ومحيطها، حيث قامت بملاحقة المجموعات المسلحة والاشتباك معها، كما استطاعت طرد العصابات من عدد من المواقع التي احتلوها سابقا. إلى ذلك تعرض وسط البلدة لسقوط صواريخ مجهولة المصدر، فيما شهدت البلدة حركة نزوح باتجاه القرى المجاورة. أكيد خايفين، خايفين كثير، كثير خايفين. نحن يا خي الشاب بيضل يدبر حوله من هلا، بس المشكلة الأولاد، الأطفال والنساء. ما نسمع غير الضرب وخايفين وطول الليل ما نمني، وهالأولاد كمان فزعت وخافت. شيء ما بينوصف. يعني هالمسلحين قطعوا على برسيل بيضربوا ويرجعوا بيتخبوا، بيضربوا الجيش بيرجعوا بيتخبوا. إلى ذلك تحدثت المعلومات عن سقوط 10 مدنيين بينهم 7 من مخيم للاجئين السوريين. إزاء ذلك طالب الائتلاف الوطني السوري الدولة اللبنانية بحماية اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، مستنكرا سقوط شهداء منهم نتيجة القصف من المناطق المجاورة في لبنان. وتعليقا على التطورات في عرسال، تحدث إلينا قبل قليل عبر الهاتف من اسطنبول نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض الدكتور محمد قدح. نتقدم بأحر التعازي لأهالي شهداء الجيش اللبناني الأبطال، ونعزي عائلاتهم وأهالينا في لبنان، ونتقدم بأحر التعازي أيضا لأهالينا السوريين الضحايا الأبرياء الذين قضوا في هذا الاعتداء السافر. هذا أولا. ثانيا، موقفا صريح ندين به الاعتداء الذي تم على عناصر الجيش اللبناني من قبل هذه العصابات المسلحة. كما نتقدم نحن الائتلاف الوطني الممثل الشرعي للشعب السوري وللثورة السورية، نتقدم للحكومة اللبنانية بحماية أهلنا اللاجئين في لبنان. وفي هذا الموقف يسعني أن أذكركم بأننا قد سبق أن ذكرنا بأن الاعتداءات التي حصلت من قبل حزب الله على الأراضي السورية وعلى المواطنين السوريين قد تجروا وراءها سلة غير حميدة، وهم اليوم المسلحين يقومون بنفس الفعل على الأراضي اللبنانية. لذلك نحن ندين بكافة أشكال الاعتداء المسلح على الأهالي الآمنين. نعم، بكل الوسائل لتدخل كل الأطراف بحيث أن يكون لنا موقفا ثابتا، وأن نحث هذه الجماعات
أن تعود عن مسارها الذي قامت به، مسار خطأ، مسار الاعتداء الذي تم فيه الاعتداء على الأمنيين وعلى الجيش اللبناني. وعن التطورات الميدانية في عرسال يحدثنا مباشرة مراسلنا الموجود هناك منير الربيع. منير، ما جديد المواجهات والقصف في عرسال؟ نعم هنادي، يعني جديد المواجهات وهذه الاشتباكات إنها عنفت جدا منذ قرابة النصف ساعة وحتى الآن، حيث توسعت رقعة هذه الاشتباكات بين الجيش وبين المجموعات المسلحة في بلدة عرسال. هذه التلال التي تشاهدونها خلفي تشهد الآن اشتباكات عنيفة لم تكن تشهدها من قبل. منذ قرابة 15 دقيقة طلب منا الجيش اللبناني الابتعاد حوالي 300 متر حيث عن المكان الذي كنا موجودون فيه، أي ابتعدنا، وذلك بسبب اقتراب هذه الاشتباكات من مكان وجودنا. هذه الاشتباكات الآن تدور على التلة تابعة عقاريا طبعا لعرسال، وهي تسمى بالتلة المشرفة على نقطة عين الشعب العسكرية. حصل استهداف وقصف لإحدى النقاط العسكرية أو لإحدى المراكز العسكرية، هنا يسمونها بثكنة الجيش، هنا يسمونها بثكنة الجيش، إلا أن مصدر عسكري أكد لي أنها لم تسقط، إنما حقق المسلحون إصابات مباشرة، أصابوها إصابات مباشرة، وقد يكون هناك إصابات في صفوف عناصر الجيش اللبناني. نحن شاهدنا منذ بعض الوقت الدخان صعد من هذه التلة وبنتيجة النيران التي أدت إليها هذه القذائف. إذن الاشتباكات عنيفة في هذه الأثناء، الجيش يطلب من جميع الموجودين هنا الابتعاد من أجل ضمان سلامتهم، لأن الاشتباكات تتوسع أكثر وتقترب من مكان وجودنا. نعم هنادي. نعم منير، وحركة النزوح هل ما زالت على كثافتها، نزوح المدنيين؟ ما قبل توسع رقعة هذه الاشتباكات، يعني منذ ما قبل النصف ساعة الأخيرة، كانت حركة النزوح كثيفة جدا من عرسال وباتجاه المناطق البقاعية، منهم من اتجه إلى بيروت، ولكن منذ نصف ساعة حتى الآن، أي منذ اندلاع هذه الاشتباكات عند نقطة عين الشعب على الطريق العام وعلى الجرود المتاخمة للطريق العام أو المطلة للطريق العام، على الطريق العام توقفت حركة النزوح بشكل ملحوظ، حيث لم تعد من سيارات تستطيع الخروج من عرسال لأن الطريق العام هو عرضة لإطلاق النار. أود أن أشير إلى أن المعلومات تتحدث عن أن المجموعات المسلحة نشرت بعض أسلحتها على التلال المشرفة في الصورة خلفنا. نعم منير، يعني أنتم على ما يبدو أنكم تستمعون إلى أصوات القذائف وأصوات الاشتباكات العنيفة التي تدور في هذه الأثناء. أود أن أشير إلى أن جبهة النصرة أصدرت بيانا تبرأت أو إن صح القول، يعني قالت أن ليس لها علاقة بعماد أحمد جمعة، وهو الشخص الذي تم اعتقاله على حاجز للجيش اللبناني بالأمس، وقد اعترف بانتمائه إليها، ولكن أكدت أنها تتدخل في عرسال وفي هذه الاشتباكات، لكنها أبدت أنها مستعدة للانسحاب فور معالجة الموضوع. أود أن أشير أيضا إلى أن المسلحين ينتشرون في مختلف شوارع عرسال وفي مختلف أحياء هذه البلدة. أيضا على صعيد الإصابات بصفوف المدنيين، هناك أكثر من 15 قتيلا مدنيا سقطوا بنتيجة القصف، وأيضا منهم 7 سوريين من أحد المخيمات، بالإضافة إلى بعض أبناء عرسال. نعم هنادي، شكرا لك منير أربي حتى اللحظة، وطبعا سنكون معك لموفاة المشاهدين بكل جديد من بلدة عرسال. سوريا، كثف سلاح الجو الأسدي غاراته على حي جوبر في العاصمة دمشق وعلى درعا وريف حلب، في وقت أعلن المتحدث باسم وحدات حماية الشعب في غرب كردستان أن قوات كبيرة تابعة له دخلت عبر منفذ ربيع الحدودي إلى داخل أراضي إقليم كردستان، مؤكدا أن قادة وحدات حماية الشعب اجتمعت فور وصولها مع قادة البشمركة لوضع الخطط العسكرية لمهاجمة داعش.
سلاح الجو التابع لنظام الأسد صعد عملياته العسكرية على جبهة جوبر في العاصمة دمشق بعدما حقق الثوار تقدما ميدانيا واستهدفوا مقرات الشبيحة. وقصفت كتائب الأسد بالمدفعية الثقيلة منازل المدنيين في حي التضامن في العاصمة أيضا، وتساقطت القذائف على أحياء المالكي والأمويين والمزة. القصف امتد إلى الريف الدمشقي وتحديدا إلى دومة وكفربطنة، وشهدت محاور المليحة وعدرة مواجهات عنيفة. المروحيات الأسدية ألقت براميلها المتفجرة على إنخ الوداع وطفص في درعا، ودارت معارك قوية في بصرة الشام استهدف خلالها الثوار آليات الشبيحة. إلى الوسط الصامد وصلت كتائب الأسد قصف أحياء الغنتو والرستن والوعر في حمص، وشهدت الجبهة الغربية لمدينة تلبيسة مواجهات عنيفة. دير الزور حي الحويقة. وفيما تعرضت أحياء دير الزور وريفيا إلى قصف من قبل قوات النظام، أعلن المتحدث باسم وحدات حماية الشعب في غرب كردستان أن قوات كبيرة تابعة له دخلت عبر معبر ربيع الحدودي إلى داخل أراضي إقليم كردستان، مؤكدا أن قادة وحدات حماية الشعب اجتمعت فور وصولها مع قادة البشمركة لوضع الخطط العسكرية لمهاجمة داعش. ريف حماه شهد بدوره قصفا على مدينتي كفرزيتا واللطامني، وتصدى الثوار لمحاولات الشبيحة التقدم نحو محور مورك. أما سلاح الجو فكثف غاراته على حلب وريفيا بعدما سيطر الثوار إثر معارك عنيفة على مبنى الأمن العسكري في ضاحية الأسد غرب مدينة حلب، كما تمكنوا من فرض حصار خانق على مبنى البحوث العلمية، واستهدفوا مقرات الشبيحة في حي الراشدين. اتفقت مجموعة من فصائل المعارضة على تشكيل ما سمته مجلس قيادة الثورة السورية داخل سوريا، ودعت كل الفصائل الأخرى إلى الانضمام للمجلس الجديد. وذكر بيان للمجلس أن الاتفاق ضم 17 فصيلا مسلحا ضمن مبادرة واعتصموا، ووضع المجلس الجديد في صدارة أولوياته تشكيل مجلس عسكري موحد وهيئة قضائية مشتركة. تشكيل مجلس لقيادة الثورة في سوريا تحت مسمى مجلس قيادة الثورة السورية ليكون الجسم الموحد للثورة السورية. ثانيا، يقوم المجلس باختيار قائد له وتشكيل المكاتب التابعة له وعلى رأسها المكتب العسكري والقضائي خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخه. وتقوم الفصائل المعنية بكل جبهة بالاتفاق على تقديم ممثليها في المجلس، بحيث يبقى الباب مفتوحا لضم كل الفصائل الراغبة بالانضمام. وتتابعونا في نشرة سوريا اليوم، ولكن بعد الفاصل. فايز سارة دوافع كيدية وراء اتهامات الائتلاف بالفساد واستخدام المال السياسي. أهلا بكم من جديد إلى نشرة سوريا اليوم. يرى فايز سارة في صحيفة الشرق الأوسط أن اتهامات الفساد واستخدام المال السياسي ضد الائتلاف الوطني لها دوافع كيدية سياسية وشخصية، مشددا على أن من لديه وثائق وأسانيد حقيقية أن يقدمها للتحقق منها. هذا أبرز ما تداولته الصحف العربية في الشأن السوري. يفند فايز سارة في صحيفة الشرق الأوسط خلفيات الاتهامات على قيادات في الائتلاف الوطني السوري التي تركز على اتهامات بالفساد واستخدام المال السياسي وإقامة المطابخ السرية التي تصنع سياسة الائتلاف وتخطئه مساره السياسي، ويعتبرها بأنها ذات دوافع كيدية سياسية وشخصية، لأن القائلين بتلك الاتهامات لم يقدموا أي إثباتات حول مزاعمهم. ويضيف الكاتب أن عهد أحمد الجربة وفريقه صار جزءا من تاريخ الائتلاف، يمكن أن نحكم عليه بالوقائع. أما مرحلة هادي البحرة وفريقه فهي مرحلة ماثلة سوف نحكم على نتائجها في وقت لاحق، مشددا على ضرورة الخروج من زمن المكائد السياسية والشخصية. ومن لديه وثائق وأسانيد حقيقية فعليه أن يقدمها للتحقق منها، وإذا ثبتت صدقيتها فإن كل من ارتكب مخالفات أو أخطاء ينبغي أن يتعرض للمساءلة، وهذه قضية لا مساومة فيها ولا ينبغي المساومة فيها.
رأت صحيفة الشرق السعودية في افتتاحيتها أن منطقة القلمون السورية التي تقع على الطرف الآخر من الحدود اللبنانية منطقة معارك ومواجهات متواصلة بين الثوار السوريين وحزب الله، أوقعت الحزب في مستنقع يصعب الخروج منه، بل ربما يجر لبنان والجيش اللبناني إلى الخوض فيه. وتشدد الصحيفة على أن التهديدات بإشعال المنطقة بدأت من رأس النظام في دمشق قبل 3 سنوات، وتأتي تحذيرات حزب الله المتكررة من خطر دخول داعش إلى لبنان لتصب في نفس الإطار، ويبدو أن كل ذلك أعد مسبقا لنقل المعارك إلى لبنان ومناطق أخرى. يذكر وائل ميرزا في صحيفة المدينة السعودية بأنه في استعادة معنى الثورة السورية ثمة ارتباط عميق بين أفعال الشر ومواقفهم وبين نظام المعاني التي تدل عليها تلك المواقف والأفعال. وفي مسار الثورة السورية يرصد الكاتب خطرا حقيقيا على نظام دولي وأقليمي تحكمه شبكة معقدة من المصالح الأنانية التي تتمحور حول السيطرة والنفوذ والقوة والهيمنة على مختلف المستويات، ما يشبه معادلة دقيقة هددت حساباتها الثورة السورية. لهذا يوضح الكاتب أنه كان ضروريا أن يتم اغتيال نظام المعاني المذكور بشكل ساحق وبأسرع وقت ممكن وباستعمال كل الوسائل والأساليب، ذلك أن المسألة أصبحت مسألة وجود بالنسبة للآخرين ولم تعد حتى مسألة حفاظ على المصالح. وتتابعون في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل. الإنترنت الفضائي يعوض الرق انقطاعها عن العالم الخارجي. أهلا بكم من جديد. حيال انقطاعهم عن العالم الخارجي، يستعيد سكان مدينة الرقة بالاتصالات الفضائية وسيلة وحيدة للتواصل البديل. وجدت أم أحمد في هذا المحل الصغير بأحد أحياء مدينة الرقة ضالتها لتطمئن وتتطمئن على أقاربها في الخارج. انقطاع شبكة الاتصالات الخليوية وخدمة الانترنت عن المدينة وريفها دفع الأهالي إلى البحث عن حلول بديلة، فانتشرت ظاهرة الإنترنت الفضائي الذي يوفر بالمقابل خدمة الاتصال الدولي وبأسعار متفاوتة. اشترينا أجهزة إنترنت فضائي 2-way ومع نواشر والإضافة للبطارية ونشر الإنترنت بالحارة، يعني على نطاق الحارة حوالي شيء 500 متر مشان الجيران تفتح إنترنت تتواصل مع الأهل أهل بالمحافظات الثانية وبرا سوريا. عقبات عدة تواجه الأهالي هنا، من شراء الأجهزة الفضائية في الخارج بالعملة الأجنبية ومصاعب إدخالها إلى الأراضي السورية وصولا لانقطاع الكهرباء أيضا ورداءة الاتصال. تعرف نطمن، هذا ضروري انه نطمن يعني اصدقائنا نشوف ايش اخبارهم انه ايش عم يسوون هم، انه يطمنوا علينا مشان ما يشغل بالهم، يعني تعرف يعني ما في شبكه والنت اجبار يعني مجبور انه يستخدموا، صحيح ضعيف بس لكن الحمد لله يعني نقضي حاجه على الانترنت الحمد لله. اكثر من عام ومحافظه الرقه مقطوعه عن التواصل مع العالم الخارجي، الى ان ابناء الفرات تمكنوا من اجتراح الحلول لمشكلاتهم واستطاعوا بجهودهم الفردية تخديم المدينة وريفها بالاتصال الفضائي. وفي ختام نشرة سوريا اليوم، هذا تذكير بالعناوين. اشتداد المعارك بين الجيش اللبناني ومسلحي النصرة في عرسال وجرودها. النظام يصعد ضد حي جوبل في دمشق ويقصف بالطائرات أحياء حلب وريفها. وفصائل معارضة تشكل ما تسميه مجلس قيادة الثورة السورية في الداخل. وفي الختام نشكركم على طيب المتابعة، وطبعا سنبقى معكم بموافاتكم بكل جديد حول التطورات الميدانية في عرسال. إلى اللقاء.